حريص ان انا اسمع الدكتور اسامه في الجزء بتاع اللي هو هيركز على الجزء الاوبراتيف. يعني هيركز على التريتمنت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الهايبر باراثايروديزم برايمري هايبر باراثايروديزم، واتكلمنا على الاكشن بتاع البارس هرمون، واتكلمنا على الكالسيتونين، وبعدين اتكلمنا على الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الهايبر باراثايروديزم، واتكلمنا على البنتاد الخماسي في تشخيص الهايبر باراثايروديزم كلينيكالي، قلنا الستونز والجرونز والمونز جميل كويس فاكرينه. وبعدين اتكلمنا على البون مانيفستيشنز بتاع الهايبر باراثايروديزم، وقلنا دي اهم حاجه، واتكلمنا على الاوستايتس فيبروزا سيستيكا، واتكلمنا على البراون تيومر، وبعدين اتكلمنا على الاورال مانيفستيشن بتاع الهايبر باراثايروديزم، وبعدين اتكلمنا على الرينال مانيفستيشنز اوف هايبر باراثايروديزم، وبعدين اتكلمنا على الكارديوفاسكولار مانيفستيشن اوف هايبر باراثايروديزم، واعتقد وقفنا على كده، والهيماتولوجيكال مانيفستيشن. النهارده انا عاوز اشرح موضوع مهم شويه، وهو الباراثايرويد كرايسيس. ايه بقى تعريف الباراثايرويد كرايسيس؟ وانا مش هاخد اكتر من نص ساعه لان حريص اسمع الدكتور اسامه، يعني كلنا بنتعلم من بعض، يعني ما ينفعش فعلا ان ما يبقاش حد في النفرولوجي واحد ايمننت زي الدكتور اسامه في النفرولوجي، انه لازم نسمعه، لازم نسمع وجهه النظر بتوع النفرولوجي، خاصه في السكندري هايبر باراثايروديزم والتيرشري، لان النفرولوجي يعرفوا في الكلام ده احسن من بتوع الاندوكراين. وفي نفس الوقت الدكتور اسامه انترستنج ان هو يتكلم على الجزء الاوبراتيف، واحنا بنقول ان المين لاين اوف تريتمنت اوف برايمري هايبر باراثايروديزم هو السيرجري، يعني الميديكال تريتمنت دوره ضعيف جدا زي ما هنشوف دلوقتي. فعندنا حاجه اسمها باراثايرويد كرايسيس. ايه الباراثايرويد كرايسيس ديت؟ فاول حاجه عندنا الهايبر كالسيميا كرايسيس كوزد باي، يعني تعريف ايه كلمه باراثايرويد كرايسيس؟ هي هايبر كالسيميا كوزد باي اكسس باراس هرمون، دي تعريفها، ان فيها هايبر كالسيميا باي الايه البيشنت كوما اللي بريزنت ويز ايه altered sensorium، يجي عنده mental deficiency موجود دايما بتحصل، والسيرم كالسيوم بيبقى اكتر من 14 ملي جرام بير ديسيليتر، لكن لازم يكون شرط اساسي elevated BTH واكتر من 20 فولت، دي الشروط عشان تحصل الكرايسيس اللي موجودة دي. It is rare. طب هي رير ليه؟ لان معظم الهايبر باراثايروديزم بيبقى كرونيك لو انسيديوس اونست، مش حاجه اكيوت عشان تعمل كرايسيس يعني. لكن لو الكالسيوم زاد عن 14 والبي اي تي اتش زاد 20 فولد، وارد حدوث الباراثايرويد كرايسيس. It is rare because of insidious nature of the disease which allow tissues to adapt to hypercalcemia over a period of time. The mechanism is not known, but may be related to life-threatening intercurrent illness, volume depletion, or infarction, hemorrhage. غالبا بتحصل بعد حاجة من الحاجات الأكيوت ديت. والهيمورج بيحصل في الباراثايرويد أدنوما. عندنا سؤال مهم جدا بنسأله في امتحان الدكتوراه، ومشهور جدا، ايه النورمو كالسيميك برايمري هايبر باراثايروديزم؟ احنا عارفين زي ما قلنا المره اللي فاتت، البرايمري هايبر باراثايروديزم لازم فيها هايبر كالسيميا وهايبوفوسفاتيميا وانكريزد بي تي اتش، احنا قلنا الكلام ده. ولما يبقى فيه بوند زي الاوستاز فيبروزا سيستيكا بيبقى الكلاين فوسفاتيز شكله ايه؟ بيبقى عالي. خلاص ده اللي احنا تعرفنا عليه المره اللي فاتت. لكن هل عندي حاجه اسمها نورمو كالسيميك برايمري هايبر باراثايروديزم؟ اجي الاقي الكالسيوم نورمال والاقي الباراثورمون عالي
وفي مانيفستيشن اوف برايمر هايبر باراثيرويدزم والكالسيوم مش عالي. طالما قلنا التعبير ده يبقى موجود. ايه بقى النورمو كالسيميك دي؟ It is a biochemical entity characterized by normal total and ionized calcium and consistently elevated pTH level after exclusion of secondary causes of hyperparathyroidism. دي مهمة جدا، لأن secondary causes of hyperparathyroidism الكالسيوم بيبقى عالي ولا مش عالي؟ يعني secondary causes ممكن أقابل كالسيوم نورمال مش كده؟ يعني secondary causes ممكن ألاقي فيهم كالسيوم نورمال. فالأول exclude secondary causes. It is considered a form of يعني ايه هنشرحها دلوقتي. The possible mechanism of normocalcemic، دي مهمة قوي الجملة دي، مهمة قوي. Of primary hyper include target tissue resistance. الباراثورمون بيطلع بس ما بيشتغلش على الريسبتورز كويس. يعني في organ resistance to باراثورمون. Or rise باراثورمون which precedes the development of hypercalcemia during the evolution. في المراحل الأولى من البرايمري هايبر باراثايروديز ممكن الكالسيوم يبقى نورمال. السكندري كوزيس اوف هايبر باراثايروديز، انا عندي سببين طبعا، هسيب الدكتور اسامه يتكلم في السبب بتاع الكرونيك كيدني ديزيز، لكن احنا عندنا سببين اساسيين. السبب الاولاني بيشنت وذ برايمري هايبر باراثايروديز مي هاف نورمو كالسيميك وذ الفيتد باراثورمون ديو تو بريزنس اوف كونكرنت ديس اوردرز ووتش ماسك هايبر كالسيميا. انا لسه بتكلم في النورمو كالسيميك. طيب ايه بقى السكندري كوزز اوف هايبر باراثايروديز؟ اللي يهمني انا، والدكتور اسامه هيتكلم على الجزء الثاني، اللي يهمني ان انا اتكلم على فيتامين دي ديفيشنسي. فيتامين دي ديفيشنسي ريديوسد استيميتد جلوميريال فلتريشن ريت، اللي هو الكرونيك كيدني ديزيز ومعاها سكندري هايبر باراثايروديزم، ودي محاضره الدكتور اسامه انا مش هتدخل فيها، هقعد اتعلم زيكم. يوز اوف لوب دايوريتك، ايديوباثيك هايبر كالسوريا، جاسترونستاينال اسوشيتد وذ كالسيوم مال ابزوربشن زي السيلياك ديزيز، الكرونيك بانكرياتايتس بعد البارياتريك سيرجري. بدأنا نشوف حالات بعد البارياتريك سيرجري سكندري هايبر باراثايروديزم اند بريور بيس فوسفونيت سيرابي. طيب ايه الفرق بين البرايمري هايبر باراثايروديزم العاديه والهايبر باراثايروديزم ديو فيتامين دي ديفيشنسي اللي هي السكندري هايبر باراثايروديزم؟ بس نتيجه الفيتامين دي ديفيشنسي، مش هتكلم على كرونيك كيدني ديزيز. اول حاجه البرايمر هايبر باراثايروديزم هاي نورمال تو اليفيتد كالسيوم، الكالسيوم غالبا بيبقى هاي، مي بي نورمال، ولو نورمال هيبقى على الهاي نورمال ليفل، لازم يبقى هاي نورمال تو اليفيتد كالسيوم. واحنا اتكلمنا قلنا في المراحل الاولى من البرايمر هايبر باراثايروديزم ممكن الكالسيوم ما يعلاش، ده المراحل الاولى من البرايمر هايبر. طيب لكن في الديو ديو فيتامين دي ديفيشنسي لو تو لو نورمال كالسيوم، مهم قوي الفرق ده نعرفه. نمره 2 البرايمر هايبر باراثايروديزم لها لو فوسفورس، هنا برضو لو فوسفورس، الاثنين مشتركين. Elevated باراثورمون أكتر من 20 بيكلوجرام بير ميلي، لكن هنا Elevated باراثورمون and Alkaline Phosphatase، ونحط تحت Alkaline Phosphatase 20 خط. دي نتيجة فيتامين دي ديفيشنسي، يبقى ده الفروق بين الاتنين. الفراجيليتي، الفراكشر، الريكرنت رينال ستون، الجول ستون، الديزيز، البنكرياتيتس زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، دي كلها علامات من البرايمري هايبر باراثايروديزم. بس خلي بالكم البرايمري هايبر باراثايروديزم ممكن يبقى اسمتوماتيك، لازم انا وانا كررت الجمله دي المره اللي فاتت كتير، لكن الفيتامين دي ديفيشنسي هيبقى ريكتس واستوميليش، عشان كده بنسميها سودو، يعني زي ما انتم شايفين كده سودو فراكشر. لكن الفراكشر الحقيقيه
بتبقى موجوده في البرايمري هايبر باراثايروديزم. ده الفروق بين الاثنين. طيب عيان عنده برايمري هايبر باراثايروديزم وعنده فيتامين دي ديفيشنسي، هل ممكن نقابل عيان بهذا الشكل؟ بنقابل عيانين. طب اتصرف معاهم ازاي؟ انا اعرف دلوقتي حالا، وده مهم جدا لان ده بيبين بقى اللي فاهم من اللي مش فاهم. اول حاجه the correction of vitamin D deficiency may lead to the development of overt hypercalcemia in patient with primary hyperthyroidism with concurrent vitamin D deficiency. عشان كده جبناها وجبته كسؤال، لان احنا كما اللي دلوقتي بنوصف فيتامين دي عمال على بطال، بنوصف فيتامين دي عمال على بطال. خلي بالك العيان اللي عنده برايمري هايبر باراثايروديزم وعنده فيتامين دي ديفيشنسي، ممكن انت تسوق العيان لو انت عملت فيتامين دي ريبليسمنت. هنعرف دلوقتي ليه. لكن the correction of vitamin D deficiency may lead to the development of overt hypercalcemia in patient with primary hyperparathyroidism with concurrent vitamin D deficiency. Decreased أو normalization of parathormone without development of hypercalcemia occur in patient with secondary hyperparathyroidism. جملة مهمة جدا، حط تحتها 100 خط. تاني normalization او decrease الباراثورمون حتى قبل ما اعمله normalization، development without development of hypercalcemia occur in patient with secondary hyperparathyroidism due to vitamin D deficiency. شوفوا بقى الجملة اللي جاية بعدها، باراثايرويد ايميجنج مي بي هيلبفول ان ديفرنشيتنج ذا تو، بات ايفن لوكاليزيشن اوف ا سنجل ادينوما داز نوت اكسكلوز ذا دايجنوزيس اوف سكندري هايبر باراثايرويديزم. مش كده يا دكتور اسامه؟ كده بلا تفصيل. يعني بنشوف ادينوما والعان سكندري مش برايمري، فممكن يبقى في فيتامين دي ديفيشنسي وعندي باراثايرويد ادينوما. كويس؟ فلما بعمل كوركشن لفيتامين دي هيحصل ايه للكالسيوم؟ المفروض الكالسيوم يزيد، في الحاله دي الكالسيوم بيقل. ارجع لها تاني، مهمه جدا. ديكريز اهو، انا اديت فيتامين دي هقلل الباراثورمون وزود ديفلوبمنت اوف هايبر كالسيميا اوكير ان بيشنت والسكندري ديو تو فيتامين دي ديفيشنسي. عندهم اصلا الباراثورمون عالي وفيتامين دي لما اديها هينزل الباراثورمون، لكن الكالسيوم ما بيبقاش عالي قوي. مش احنا حتى لما جينا قلنا الفروق بين فيتامين دي ديفيشنسي وبين البرايمر هايبر باراثايروديزم قلنا لو نورمال او نورمال كالسيوم، فالكالسيوم ما بيبقاش عالي. لما الباراثورمون يقل الكالسيوم هيحصل له ايه؟ لما يحصل هايبو باراثايروديزم الكالسيوم بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى انا لما ادي فيتامين دي ممكن انا اعمل ديفلوبمنت اوف سكندري اوف هايبو باراثايروديزم. فخلي بالك وانت بتدي فيتامين دي لعيان عنده برايم سكندري هايبر باراثايروديزم ديو تو فيتامين ديفيشنسي، خلي بالك جدا 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 جدا، خلي الكالسيوم على الهاي نورمال، ما تنزلش الكالسيوم للو نورمال. اقولها تاني، الكلام ده مهم جدا. العيانين بتوع فيتامين دي ديفيشنسي بيبقى عندهم الباراثورمون عالي لكن الكالسيوم ما بيبقاش عالي، ولما بننزل الكالسيوم او بننزل الباراثورمون ممكن يحصل مانيفستيشن اوف تيتانين هايبو باراثايروديزم. فمن فضلك لما تدي فيتامين دي والباراثورمون عالي خلي الكالسيوم على الهاي نورمال، ما تنزلوش عن الهاي نورمال. انا قربت اخلص اهوت. المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا باختصار شديد، لان الموست كومن اندوكراين نيوبلازم بيحصل في من تايب 1 هي الباراثايرويد، وفي من تايب 2A هو برضو الباراثايرويد. عشان ما ننساهمش، المين تايب 1 المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1 فيها 3 بي اهو، باراثايرويد بيتيوتري بنكرياتي. سهلة خالص.
المين تايب 2 فيها واحدة ام واثنين بي. الواحدة الام اللي هي مدلري ثيرويد كارسينوما، ودي اخطرهم، والاثنين بي باراثيرويد وفيه كروموسايتوما. التالتة اللي هو امين تايب 2 بي فيها اتنين ام وواحدة بي. الاتنين ام اللي هما ايه؟ الفيكروموسيتومة، ده دي الواحدة البي. الاتنين ام المارفونويد هابيتوس او الميكوزا النيوروماز والمدلري ثيرويد كارسينوما. عشان ما تنساش اكتر اتنين كومان تيومرز بيحصلوا مع العيانين بتوع المن هو الباراثيرويد والمدلري ثيرويد كارسينوما. الاثنين متجاورين جنب بعض، الاثنين متجاورين جنب بعض، يليهم الفايكروموسايتوم. عشان ما تقعدش توجع دماغك دي تايب 1 ولا تايب 2 ولا، لكن خلي بالك تايب 1 ده الموست كومن، في 3 بي باراثيرويد بيتيوتري بنكرياتي. ما يهمنيش قوي المين تايب 1 والسبوراديك دي، ما تهمكوش دي، محتاجه الناس اللي هم البوست جرادويت قوي. لكن عاوز اقول ايه الفيتشر سجستيف اوف باراثيرويد كارسينوما. صحيح الباراثيرويد كارسينوما نسبتها قليله زي ما قلنا المره اللي فاتت، لكن امتى اعرف بريزنس اوف بالبابول نيك ماس؟ بس دايما لو انا حسيت بالبابول نيك ماس هقول هي ايه؟ ثيرويد نيديول، مش هقول انها باراثيرويد خالص. فدي اول حاجه. ريكرنت لارينجيال نيرف انفولفمنت هشخصها على انها كانسر ثيرويد، مش هروح ناحيه الباراثيرويد، فالاثنين دول برضو مش نافعيني قوي. سيرفايكال ليمفادينوماس، طب ما بيحصل في الثيرويد. لا دي بقى المهمه قوي، سيرم كالسيوم اكتر من 14 اند باراسومون اكتر من 1000، دي لوحدها اخدها كساين اوف مالجنانسي في الباراثيرويد. ان اديشن تو بيشنت ويز هايبر باراثيرويد شود بي ايفالويتد، مش مهمه، لكن المهم بريزنس اوف سراوندنج تيشو انفيج. دايما الكارسينوما بتاعها وحشه والديستانت ميتاستاسيس بتحصل بدري. طيب هل هناك نيد، انا هختم بقى اهو خلاص، دي اخر جزء في المحاضره. هل هناك نيد فور بري اوبراتيف لوكاليزيشن ان بيشنت ويز برايمري هايبر باراثيرويديزم؟ انا الجزء الاوبراتيف الدكتور اسامه هيتكلم عنه بالتفصيل، لكن هل انا اعمل حاجه ولا انت هتقولها يا دكتور اسامه؟ هتقولها الايمجنج اللي قبل السيرجري هتقولها ولا؟ طيب خلاص، يبقى انا كده تقريبا خلصت الجزء اللي انا عاوز اتكلم عليه بالنسبه للجزء السيرجيكال للدكتور. لا 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 خلاص، مش طيب ماشي، انا اشرحها باختصار يعني، انا مش عاوز اقول التفاصيل، لكن از ذير از نيد فور بري اوبراتيف لوكاليزيشن. طبعا في نيد فور بري اوبراتيف لوكاليزيشن. بنعمل ايه بقى؟ It is recommended in patients with primary hyperparathyroidism who are blamed for minimally invasive parathyroid، الدكتور اسامه هيتكلم عليها اكيد. And in those with recurrent or persistent primary hyperparathyroidism ان انا اعمل imaging. Preoperative localization is not advisable. Is not، او بكرر نقطة، in patients with primary hyperparathyroidism اقل من 30 سنة. لماذا؟ لان غالبا هيبقى ده ايه؟ فاميليال هايبر باراثيروديزم. فاميليال هايبر باراثيروديزم، خلاص. الفاميليال هايبر باراثيروديزم دي بتبقى مالتي جلاندولر ولا يوني جلاندولر؟ بتبقى مالتي جلاندولر. فانا مش محتاج اعمل، لان مش هعمل مينيمال انفيجن، ده انا هعمل بايلاترال. في الحالات دي هعمل، مش كده يا دكتور اسامه؟ هعمل بايلاترال، والدكتور اسامه هيتكلم عليها بالتفصيل. ان بيشنت ويز سبوراديك برايمري هايبر باراثيرويديزم، اللي هو البرايمري هايبر باراثيرويديزم اللي هو كوما اللي احنا بنشوفهم كبتوع اندوكراين، افتر بري اوبراتيف لوكاليزيشن اوف ا سنجل ادينوما باي الترا ساوند اور سيستم مابي اور بوس انكوردنانس، ده بيخليني اقول ان الايه؟ المينيمال انفيز اللي هيشرحها الدكتور اسامه دي هي الاوبريشن
اوف تشويس، دي احسن اوبريشن اعملها طالما انا قدرت اعمل لوكاليزيشن. يبقى اول فايده بتفيدني من الايمجينج ان انا اعمل لوكاليزيشن، اقول دي سنجل ادينوم، سنجل ادينوم. هل في وات از ذا يوتيليتي اوف الترا ساوند فور بري اوبراتيف لوكاليزيشن؟ الالترا ساوند ايه مميزاته وعيوبه؟ يعني ايه مميزات الالترا ساوند وعيوبه؟ الترا ساوند از يوسفول موداليتي فور بري اوبراتيف لوكاليزيشن، سيمبل نون انفيزيف، الكوست بتاعه قليل، ات از ايزلي افيلابل، ان اكسبنسيف، اند از ديفويد اوف ايونايزنج راديشن، نورمال باراثايرويد جلاند نوت ايدنتيفايد باي الترا ساوند بيكوز اوف زير سمول سايز. الادينوما دايما بتبقى سمول سايز اند از ايزو اوكوجينيستي، فما بتبانش كويس في الالترا ساوند. كمان عيوب الالترا ساوند، باراثايرويد ادينوما ار يوجوالي لارجر ان سايز اند ار هايبو اوكويك تو ذا سراوندينج ثايرويد تيشو. تاني النورمال باراثايرويد جلاند ما بيبانش كويس بالالترا ساوند، بكرر اهو، ما بيبانش كويس بالالترا ساوند. ليه؟ لانه سمول سايز وايزو اوكوجينيك. لكن مميزات الباراثايرويد ادينوما ان هي لارجر ان سايز شويه وهايبو اوكويك، فهتبان في الالتراسونوجرافي. ذا سنسيتيفيتي اوف التراسونوجرافي فور ديتكشن اوف دبل ادينوما مهمه جدا. دبل ادينوما دي لان زي ما دكتور اسامه يقول، لما يبقى دبل ادينوما هفتح ازاي؟ اعمل مينمالي انفيزيف؟ ما ينفعش. دبل ادينوما اند هايبر بليزيا از اونلي 35% وفي الهايبر بليزيا 16%، فنسبها قليله جدا. اذا انا محتاج انظر موداليتي، لازم اعمل ذا لوور سنسيتيفيتي ان مالتي جلاندولار ديزيز مي بي ديو تو سمولر سايز ان زيس ادينومال جلاند اند ايزو اوكوجينيستي تو ثايرويد تيشو. وهختم بقى بالسلايد ديت وهسيب الدكتور اسامه بقى يتكلم. الالتراسونوجرافي الادفانتج بتاعها ايه؟ استراكشرال سكان، بتبين الاستراكشر، هايلي سنسيتيف 72% ان اكسبيرينسد هاند، وما اعتقدش ان احنا عندنا اكسبيرينسد هاند موجوده. عندنا حد في المنصوره؟ طب مين؟ فاحنا محتاجين حد في التامين. عندي اكسبيرينس عند اللي بره. طب ما ده كويس، ما احنا ريبورت على الثايرويد بس. لا لا احنا طبعا عاوزين ان اكسبنسيف. الحمد لله ان اكسبنسيف اند نو اند نون انفيزيف ريبريسبل، ممكن اعيدها كذا مره، نو راديشن اكسبوجر. الديس ادفانتج بتاعها بقى اوبريتور ديبندر، ديكريز الاكيوريسي ان سمولر ادينوما اقل من 1 سنتي. الاكتوبيك جلاند مش هتبان، ده انا عامل على الباراثايرويد. اند اوبيز انديفيدوال اللي نتيجه الفات اللي موجود السنسيتيفيتي بتاع الالترا ساوند هتبقى ضعيفه جدا. فولسلي بوزيتيف ان ذا بريزنس اوف كو اكزيستنج ثايرويد نيديول اند ليمف نود، ممكن يتقروا على ان هم باراثايرويد لو واحد ما هوش اكسبيرينس. عشان كده انا بسال الدكتور اسامه، ممكن يكون عارف حد اكسبيرينس نبعت له. طيب السيستم مابي بقى، التكنيشيم 99 سيستم مابي، ده فانكشنال سكان مش استراكشر سكان زي الالترا ساوند. سنسيفتي تو لوكالايز سنجل ادينوما عاليه جدا، ممكن توصل ل 95%. اف كومبايند وذ سبكت سي تي، عندنا في المنصوره الاورام جاب واحد، ده اخيرا انا عرفت كده. فور سنجل ادينوما بتوصل لغايه 93%. طيب ايه بقى الديس ادفانتج؟ نوت ايزلي افيلابل، سيستم مابي مش متوفر كتير، اكسبنسيف، فولس بوزيتيف والثايرويد نيديول برضو، الهيرس سيل ادينوما والليمف نود برضو ممكن يدوا فولس بوزيتيف. انا كده تقريبا مش عاوز اكتر اكتر من كده، عاوز بقى اسيب الدكتور اسامه يتكلم لانه هيقول الكلام ده بالتاكيد.
بس قد الخبره بس الخبره ازاي القصه اصلا حضرتك بص يا باشا حضرتك كنت انا سمعت المحاضره دي مثلا خمس سنين كان تظبيطي اللي احنا عملناه كان خياط يعني حضرتك قلت الخلاصه اللي احنا عملناه ان احنا خدنا سنين عشان نقولها يعني خدنا سنين كبيره جدا عشان نوصل للنتيجه اللي انا دكتور مجاهد في منتهى البساطه دكتور مجاهد قال بحب ببساطه جدا ايه؟ اللي هي الباراسيرويد هي مالتي نودولار ولا نودولار مجهول؟ هي ادنوما ولا سكندري؟ في فرق كبير بين الاثنين صح طيب حضرتك قلت المره اللي فاتت حتى في البرايمري حاجه و80% وان سنجل لكن ممكن تكون دبل قصه الدبل والسنجل دي هي اساس المشكله وانا سألت سألتكم انتوا لما بتطلبوا حالة باراثايرويد في العيادة بتعملوا اشعة؟ بتعملوا؟ على الاقل الالترا سونوجرافي كان عندي مرحلة الاسبوع ده اتفتحت والدكتور جراح ما عرفش يطلع الباراثايرويد ما هو ده كلام ده كلام ده ده بقى ده انا عاوز اقوله ده اللي انا عاوز اقوله دي الرسالة اللي انا عاوز اوصلها ان احنا في عندنا فولسز في منطقه الباراثايرويد كتير لا اسباب حط الفلاشه لا فيها فلسز كبيره جدا بتحصل معانا وجماعه الاندوكراين اللي هم سيرش التكنولوجي اللي هم بتوع السيرش تيم لما جم يشتغلوا في منطقه الباراثايرويد أيوة. اشتغلوها ديبندنج على اقفل انا بقى وده كان خطا ولكن خلى النتائج في مصر كلها مش مظبوطه. لو اتفرجت على اللي الدكتور مجاهد مقال لا في فلسس كبيره. هي المشكله كلها في الاناتومي بتاع الباراثايرويد. بالظبط. الاناتومي. وهنشتغل ازاي وهعمل القصه